اللي استقبلت سباق البوسكو بتنظيم كايرو رانرز، وطبعا بحضور الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. السباق عباره عن ثلاث سباقات يعني بمسافات مختلفه. الاول كان سباق ال 10 كيلو، والجدير بذكر ان زميلنا العزيز ومخرجنا الجميل ابراهيم طبان شارك في ال 10 كيلو، حققهم بالفعل او قدر يقطع المسافه دي في 55 دقيقه، اللهم صل على كامل النور. والسباق الثاني هو سباق ال 5 كيلو، اما السباق الثالث فده مخصص للاسره المصريه بشكل عام، ده بيبقى مسافته كيلو واحد بس، حيث يسمح يعني او يسمح السباق بمشاركه جميع الفئات العمريه للعائله الواحده للمشاركه في هذا الحدث، وطبعا مشاهده العاصمه الاداريه الجديده. الحقيقه افكار حلوه جدا كلها بتروج للرياضه وكمان بتروج للعاصمه الاداريه الجديده. هذا السباق بدا من المدينه الرياضيه بالعاصمه الاداريه الجديده، مرورا بمنطقه الابراج اللي بتتضمن اكبر برج بقاره افريقيا، ثم العوده الى المدينه مره اخرى. وهنشوف مع حضراتكم تقرير عن هذا السباق. اتفضل. بداية الاستعداد للنشاط التدريجي للماراثون والجري، والماراثون والجري ده تطوير رياضي مهم جدا، ودور الرياضة في الصحة وصحة الشباب. النهاردة في أسر وولاد وشباب شايفهم موجودين بيجروا كمان في العاصمة الإدارية، جزء من أحد إنجازات رياضية لسبع سنوات في فخامة الرئيس. نادي كبير، الناس تعرف وتشوف، يعني منشأ كبير زي كده في العاصمة الإدارية. احنا شايفين اهو العمارات بدأت تبقى موجودة، وفلل تبقى موجودة، ونادي موجود، فالعاصمة الإدارية موجودة، وجمهورية مصر العربية الجديدة. يعني احنا عندنا مبادرات كتيرة جدا، مبادرات دربتك صحتك الجري، يعني في مبادرات غاية في الأهمية، هي كلها بتحس على الرياضة والصحة، والجري والمشي دول حاجات بسيطة جدا واحنا مستمرين فيها. يعني النهارده أول مرة نجري في العاصمة الإدارية سباق البوسكو، في النهارده ثلاث سباقات 10 كيلو و5 كيلو وكيلو، وجميع بقى الأعمار السنية وأبطال مصر في ألعاب القوة، والناس اللي أول مرة تيجي تجري، ففي ناس كتير النهارده الحمد لله، وناس كتيرة جاية تكتشف العاصمة الإدارية وجاية تكتشف المدينة الرياضية برضو. وزارة الشباب والرياضة جايبيننا في مستضيفيننا في المدينة الرياضية هنا، فيوم جميل إن شاء الله. يعني حابب إن أنا أشارك عشان ده أول ماراثون في العاصمة، بس أنا بحب كده كده الجري، أي حد موجود هنا النهاردة أكيد حابب الجري، بس ده أول ماراثون في العاصمة فليه طابع خاص. بس حابب النهاردة أشارك بعد بقى وقوف فترة كبيرة على الإيفنتس، بعد وقوف فترة كبيرة على الايفنت بسبب كورونا وبسبب الأحداث الأخيرة الفترة الأخيرة، بس فكانت فرصة حلوة إن أنا أشارك النهاردة في ايفنت، في أول ايفنت في العاصمة الإدارية الجديدة. مبسوطين قوي إن في حدث زي ده بيبتدي في العاصمة الإدارية الجديدة، وطبعا دلوقتي يعني كل الماراثونز أو السباقات الجري بدأت تحصل تحت إشراف أو رعاية وزارة الشباب والرياضة، وكمان نتمنى إن بقى إن وزارة الشباب والرياضة هي اللي تاخد الانيشيتيف دوت. أنا حبيت إني أشارك عشان أجيب الولاد إنهم يجربوا خبرة جديدة ويشوفوا الرياضة ويمارسوها، وبرضه نشوف العاصمة الإدارية الجديدة إنها فعلا المستقبل، واحنا جايبينهم لانهم هم كمان المستقبل. هي كويسه خالص، المكان لطيف جدا، احنا اول مره نيجي العاصمه الاداريه، مكان حلو خالص، ويعني المجهودات باينه. يعني حاجه جميله جدا انه بلدنا ابتدت تهتم بحاجه زي كده، المكان كمان مشجع جدا جدا ان انت تقدري تجري وامن انك تسيبي ابنك بيجري جنبك، ما تبقيش قلقانه. شاركت في ال 10 كيلو الحمد لله، عملت تايم معقول، كنت راجع من إصابة الحمد لله، عرفت أجري النهاردة كويس. أهمية الرياضة إن هي تقوي الصحة وكده، فأنا بحب أجري جدا عشان هي سبورتس رياضات، فأنا بحب أجري عشان الروح الرياضية. طبعا بشكر العاصمة الإدارية على التنظيم والناس اللي كانت واقفة في الشارع والناس اللي كانت بتدعمنا نجري وتدينا مية وبتاع، وبشكر كل من ساهم في الماراثون ده ينجح. يعني أول مرة نيجي العاصمة الإدارية وبصراحة جميلة جدا، والبرجين العاليين دول بصراحة هايلين، أنا عايز أعدهم وأنا راجع إن شاء الله. حلو الكلام ده يا حضرات، يعني لطيف جدا ان احنا نلاقي ان كل الفئات العمريه بتشارك في سباقات مختلفه، دي من شانها برضو ان هي تغير الى حد كبير الثقافه الرياضيه الشعبيه اللي كنا عليها طول السنين اللي فاتت. الحقيقه في طفره ملحوظه من خلال كتير قوي من المبادرات، كتير قوي من الفعاليات الرياضيه اللي بيشارك فيها المصريين على مختلف يعني اعمارهم السنيه، طبعا حاجه جميله جدا. طيب